السياسة حديث الدولة مع الدكتور مظفر قاسم حسين. السلام عليكم وتحية طيبة، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج السياسة حديث الدولة على شاشة الرابعة. العراق بلد استثنائي بكل شيء، مر ويمر وسيمر بظروف استثنائية، لذا بحاجة إلى إدارة استثنائية. هل يملك السيد محمد الشجاع السوداني استراتيجية إدارة الدولة؟ وهذه الملفات تحديات كبيرة، هل يستطيع تجاوز هذه الملفات باستراتيجية معروفة؟ هل يملك هذه الاستراتيجية في إدارة العراق أو لا؟ اليوم سنناقش ملفات عدة وتحديات عدة تواجه حكومة السيد المهندس محمد الشجاع السوداني، ومعي في هذه الحلقة الدكتور وائل عبد اللطيف وهو القاضي والنائب والوزير السابق. مرحبا بك دكتور وائل. سهلا ومرحبا. وكذلك معنا السيد كاظم الصيادي وهو نائب سابق وايضا كان عضو لجنه النزاهه البرلمانيه سابقا. مرحبا بك استاذ كاظم. اهلا وسهلا ومرحبا. اليوم نريد نشوف السيد محمد الشجاع السوداني هل فعلا يمتلك استراتيجيه اداره الدوله وهذه الملفات الموجوده. خلينا نبدا على عجالة، نعلق على موضوع سعر الصرف اليوم شاغل الناس، يعني خرج عن السيطرة، راح يرجع السيد السوداني يقدر يرجع يقدر يعني يسوي فد شيء جديد بهذا الموضوع؟ تفضل دكتور. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك، إلى ضيفك الكريم أخ كاظم الصيادي، إلى كادر ومشاهدي قناة الرابعة الكرام جميعا. طبعا هاي أزمة العملة بدأت ويانا تقريبا عام 1980 عندما بدأت الحرب العراقية الإيرانية، ولا كانت عملتنا مستقرة باستقرار النظام السياسي، وكان اقتصاد العراق أيضا من الاقتصاديات أولها زراعي وثانيها صناعي وثالثها تجاري. بعد 1980 اضطربت العملة اضطراب كبير، و بعد الحصار أصبحت يعني الدولار ب3000 دينار، يعني انتهت تقريبا العملة. هاي أصبحت فترة قاسية في حياة الشعب العراقي، هي اللي هي من 1990 إلى 2003، اللي هي فترة ما بعد غزو دولة الكويت في 2/8/1990. صعب كان الاقتصاد العراقي على اعتبار أنه الدولة ما تمسك أي شيء، فالنفط يباع ولكن يودع في البنوك الخارجية، والدول الخارجية هي التي ترسل الغذاء والدواء والحاجات الأساسية للشعب العراقي، النفط مقابل الغذاء، يسمى الـMOU. نعم. بهاي المرحلة كان الوضع الاقتصادي في البلد متأزم جدا. ظهرت عندنا ظاهرة تصدير الغاز والمحروقات من البصرة خارج يعني إطار السياقات اللي تريدها الأمم المتحدة. ظهرت عندنا مسألة السرقات ولا تزال تتطور نتيجة ذاك الموقف، ولا يزال الدينار العراقي مضطرب نتيجة عدم استقرار العراق. تمام. هسه اعطيني الملخص اللي تريد تقوله بالضبط. عندي ملفات جدا مهمه اللي ارد اقوله. سعر صرف العمله راح يسيطر عليه السيد السوداني؟ اللي ارد اقوله بامكانهم ان يحكمون السيطره عليه اذا كان سعر الصرف يستند الى اراء الاخصائيين والخبراء عمله النقد، مو كل من اقتصادي يخطط له، لا، علماء النقد في العراق لوضع سياسة نقدية، لوضع سياسة نقدية وينتهون من عنده. تمام. أما أن يبقى متذبذب صاعد نازل صاعد نازل، التاجر متخربط، الصناعي متخربط، المدري شنو أبو المحل متخربط، هاي ما بيها استقرار، يصير فوضى. يعني اليوم صارت 153 مثل ما بدت في لبنان. أنا أخشى أنه إذا بعد يزايد راح هاي العملة تنتهي كما انتهت في تركيا وكما انتهت في إيران وكما انتهت في لبنان. تمام. الآن $100 $4 مليون في لبنان. ليش؟ لأنه العملية السياسية كلها مرتبكة والوضع متأزم. أنا أعتقد أنه
خلي هذا البنك المركزي العراقي تحديدا. إذن هذه نعم هل المؤسسة النقدية هذه الكبيرة والمهمة في تاريخ العراق يجب أن تكون خارج إطار الأحزاب. إذن هاي أول استراتيجية. يجب أن تسحب الأحزاب يدها من البنك المركزي العراقي. هاي مهمة. نعم. لا يظلون يلعبون في كل شيء. أخذتوا الزراعة وأخذتوا الصناعة وأخذتوا كل شيء أخذتوا بس هاي مؤسسة الدولة لاستقرار النقد. مسيطرين عليها هم؟ شلون على مسيطرين؟ البنك المركزي. من خلال مصارفهم. من خلال تعييناتهم بها. شايف ابتسامتك يمنين على كل شيء الله يحفظهم إن شاء الله. إذن هاي أول استراتيجية أمام السيد السوداني لازم يحققها. لازم السياسة النقدية ويختار وموجودين عدم. يعني مثلا الدكتور مظهر محمد صالح أحد علماء النقد هذا المفروض يبقى في البنك المركزي ما يصير مستشار رئيس وزراء لا يروح يمارس عمله في المؤسسة حتى وإن كان استثناء نعم طيب. خلصت خدمته ولكن ممكن أن يعود بمرسوم جمهوري طيب. بتوصية إلى آخره. خلينا نسمع وجهة نظر أستاذ كارم سالي تفضل. تحية إليك وللسيد القاضي الضيف المحترم وكل أخو مشاهدي القناة الأكارم. أنا قد أختلف مع السيد القاضي في قضية اختيار أستاذ مظهر لأن حقيقة كانت إدارته سيئة بالفترة السابقة. كان رجل كلاسيكي بعيد كل البعد عن سياسة تحويل المال وإدارة المال. أنا اجتمعت به أكثر من مرة يعني شاهدت رجل محدود يعني الفكر أو قد يكون مقيد. إذا مقيد من الأحزاب وراسمي لسياسة خلي يطلع أفضل ما يضيع تأريخه. القضية الأخرى أقول هو بمرارة وطلع من زمان لا لا قصدي أنا قلت بالفترة اللي كنت أنا موجود وياه وحضرت بعض الاجتماعات حقر المكفول أنا أقول للأسف الشديد لا زال بعض الأغبياء في إدارة المال في الدولة العراقية هم من يتحكمون بالاستراتيجية وإدارة المال في الدولة العراقية وسوف يستمر انهيار المال في الدولة العراقية وأتوقع أن يصل إلى 200 سعر الصرف إلى 250 ألف إذا بقت هاي السياسة وبقت الاستراتيجية في إدارة الدولة بهكذا عقلية. القضية الأخرى أنا أعتقد سوق المال قبل شنو اللي يخليك تعتقد أنه ممكن يصل إلى هذا سعر الصرف يعني 250 شنو اللي يخليك شنو المعطيات اللي بنيت عليها بعض الأمور إذا قلتها راح بعض الإخوان شوية لأن نحن هسه مشكلتنا بعض الإخوان لو عندنا مشكلة بلد وفقراء العشوائي آلية التوظيف العشوائي طيب. يعني أنت مدخلات توظيف مخرجات صفر سحب أموال سعر الصرف باكر هذا 150 اليوم ما يستطيع أن يوفي بالتزامات راح يتجهون لمن يتجهون للانهيار الأكبر هو الاقتراض من البنك المركزي بعد أن تعافى بسبب لا بسبب العقليات السابقة لا بسبب ارتفاع سعر النفط لا يجيني واحد غبي أو واحد تابع للجهة أو يكره جهة أو يكره شخص ويحب شخص وتمشي غرائزة بالحب والكره لا لولا ارتفاع سعر النفط احنا اليوم مصفرين هسا احنا إذا الليرة بخمس ملايين هسا احنا يجوز نوصل مثل قبل بأربعمائة ألف وخمسمائة ألف وستمائة ألف على الرغم من احنا عندنا تعزيز للعملة لبنان ما عندها تركيا ما عندها احنا عندنا تعزيز للعملة من خلال بيع 3 ملايين الى 3 ملايين و500 الف برميل باليوم هذا تعزيز عملة من الارض بنية تحتية من الله على قولتهن القضية الاخرى البنك المركزي يا اخي استعين بخبراء او استعين بواحد هسه سمع هسه انا من تجي تقول لي انت لو كنت رئيس وزراء اقول لك اول شيء الغي تعليمات نافذة بيع العملة اول يوم استلم الغيها شو اسوي القضية الأخرى تنفيذ الحوالة للزبون خلال يوم واحد وأعزز أرصدة البنوك المحولة وين للخارج حتى خلي هاي البنوك مثلا حولت الأحد المصارف بالخارج أعزز الأموال الموجودة هناك حتى هذا مني يحول من يشتري من عندي بعراقي عنده تعزيز مال بيوم واحد رأسا ينفذ البيع والشراء القضية الأخرى ألغى عملية ربط الجمرك والضريبة بقضية البيع والشراء تعال ادفع رأسا انت عندك نهاية سنة وعلى كل كبار المستثمرين لان كبار المستثمرين عندهم حصانة المقروض ما عنده حصانة القضية الأكبر منها عمليات الابتزاز من اللي ترافق من وين حصوا هاي الحصانة كبار المستثمرين شاهم كفرات للأحزاب للحرامية مش تتوقع لعدهم جايين بحدهم يعني مثلا انت نور هذا اللي كان عنده عربانة ما ادري كان عنده ما اعرف انا ذاك اليوم قال الواحد عنده عربانة وحصان واحد من عندهم
صار كذا وكذا، سمقصد بنور قد يكون مو هو أو غيره. إذا هالنماذج هاي هي اللي سيطرت على الدولة، طبعا هم يجيبون المشوهين، يجيبون العديمين الضمير والكرامة، يجيبون المنعدمين من الأخلاق ويخلوهم كفرات، يسقط خارج. شنو شنو يعني؟ ما يجيبون إنسان ابن بيئة محترمة، يجيبون تاجر محترم، يجرون صاحب أموال محترمة، وإلا اليوم أنت تتوقع كل الموجود بالدولة العراقية مع احترامات طبعا دائما أقول أنا مع احتراماتي في كل ما ذكرته وأذكره، أنت تتصور هاي الأموال هسه اليوم الأوجه جامعات مستشفيات بنوك غيرها من 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 أمور تتصور تابع الأحزاب؟ لا لا لا، العفو تابع المواطن، هو مستثمر وكذا. أنا عندي تجربة مع أقربائي في ذاك الزمن، في ذاك الزمن كانت عنده درجة أولى، ما خلوه قام يشتري من شواذ الناس اللي يوزعونها إلى الوزراء ويروح يبيعهن، لأن هذا يشتري ب20 ويبيع ب25، شد إجازة يعني مقطع مال دجاج. هاي خوب تجربة صارت وياي، أنا ما أريد أنقل كثير من التجارب اللي شفتها، قضية بيع العملة والأمور الأخرى، وإلا كل واحد ساند نفسه على حزب أو هو الحزب فتح هذا الموضوع بهذا الشيء. القضية الأخرى، أنت اليوم تريد تبني اقتصاد، تريد تبني اقتصاد، أنت كل مدخلاتك جمرك، ضريبة، بيع النفط، أمور أخرى، كلها تصير مخرجات برا، لأن كل مقتنياتك الخاصة أنت جاي تجيبها من برا، أنت ما نهضت لا بزراعة لا باقتصاد لا طيب. تقنية لا، هاي ترى أحد مصادر تعزيز العملة. أنت اليوم بدل ما باليوم 200 مليون دولار تطلع كلها برا تعزيز أرصدة برا، تدري من الممكن هاي 100 مليون هسه مرحلة أولى 100 مليون طور بها الداخل حتى تصير تجارة داخلية مع خارجية، لا أنا تتطور طيب. ماكو واحد من أول يوم طلع من بطن ما يمشي صح لو خطأ. تمام، الدكتور وائل عنده تعليق، تفضل دكتور. أنا أقول بالبداية أول ما أجينا للحكم كان أكو قرار لمجلس الأمن الدولي حدد بعملية الصرف ب 1119، الحكومة شوية زادتها سوتها 1250 واستقر لفترة طويلة. صحيح. إذن هذا قرار استخدمته الحكومة واستمر بهذا الوصف والعملية الاقتصادية استقرت. لما وصلت الدولة إلى مرحلة لا تستطيع تأدية رواتب الموظفين، أتذكر في شهر نيسان 2019 أو 2020 اضطروا أن يغيرون سعر الصرف من 1250 إلى 1500. ليش؟ التصريف إذا كان ب 1250 ما يغطي رواتب الموظفين، لكن لما راحوا لل 1500 وجدوا أن كل مليون يصرفون بهذا الرقم تجيهم أكثر من 200 إلى 250 مليون دينار، وفرت 29 تريليون سنويا. فش قد يجي هذا الفرق؟ فبذيك السنة غطوا كل رواتب الموظفين. هاي قد يكون الناس كثيرين يعني ما يعرفون بها. فالشخص اللي يتلاعب من 1119 إلى 1250 إلى 1500 هل لا يستطيع أن يعود بالدينار إلى وضع الأصلي؟ لأنه أنتم أي وضع منهم أصلي؟ مو هو أي وضع أصلي؟ خلينا نرجع بديننا إلى ما كان عليه سابقا، يعني فد يعني 3.4 دولار؟ إيه فترة كانت فترة كانت يطالبون أنه ترفع الأصفار من الألف يصير دينار، هذا يحتاج لاستراتيجية قصدي. فإذن بإمكان الدولة، بس مو كل واحد يجي يسوي نفسه، مو كل واحد يجي يتدخل بهذا الموضوع. تمام. طبعا مجلس البنك المركزي أستاذ مظفر، هاي قضية مهمة جدا، يدار من قبل الإدارة العامة وليس من قبل محافظ البنك المركزي. لازم الإدارة العامة هي التي تخطط وتقرر وتتخذ القرارات في عملية الموازنة ما بين العملة. المشكلة دكتور اللي يقرر سعر الصرف ومو البنك المركزي، تقرر الحكومات. الحكومات تقرر لتجاوز أزمة، فهم اتهموا بها علي عبد الأمير علاوي، قالوا له أنت اللي يعني أخذت، ولما سألت أنا البنك المركزي بصراحة أنتم اتخذتوا هذا القرار؟ قالوا لا، إحنا كل علاقة معنا بهذا القرار. فإذن
الاستراتيجية مال السيد حتى ننتهي مال السيد محمد الشياع السوداني تمام. انطي الخبز لخباسته لا تحول لغير واحد. تمام، خلينا ننتقل إلى موضوع آخر باستراتيجية أخرى مهمة جدا حقيقة، نريد شوي نتوقف عندها، اللي هي العلاقة ما بين بغداد والإقليم. هنا يحتاج لها استراتيجية خاصة من السيد محمد الشياع السوداني، لا سيما أن الطرف الكردي الأحزاب الكردية دائما تقول بأن تم الاتفاق مع السيد الشياع السوداني أنه الملفات راح تتصفر مع الطرف الكردي. طبعا هاي وين راح توصل، إلى أي مدى، راح نشوف شلون راح يصير. شنو الاستراتيجية اللي لازم يعتمدها السيد محمد الشياع السوداني؟ وأكو اعتراضات صارت من عراقيين كثيرين أنه يعني السيد السوداني ما صار لشهر ونص تقريبا بعث 400 مليار دينار إلى إقليم كردستان كرواتب، يعني أكو اعتراضات صارت. شنو الاستراتيجية اللي نحتاج إحنا نبدأ بها أو بغداد تبدأ بها مع الإقليم؟ خلي أخذ من الدكتور وأرجع لحضرتك أستاذ كاظم حتى نكمل، تفضل. شكرا جزيلا. العلاقة تدري مع الكرد بصراحة تاريخيا من 1923 استمرت هاي الفترة كلها هي متذبذبة، استقرت بعد 2003، ولكن هذا الاستقرار نتج عنه أشياء كثيرة، منها مثلا ترسيم الحدود وكأننا دولتين موجب مادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. عجزت اللجنة اللي كانت برئاسة الأخ حميد مجيد موسى الأمين السر مال الحزب الشيوعي، فحولوه المادة على دستور العراق الدائم، أصبحت 140. 140 لازم تنتهي من كل التفاصيل في 31/12/2007، انتهت المدة وما قدروا يسوون أي شيء. فمن وجهة نظري أولا أن هذه المادة يعني انتهت نفاذيتها، بس الأكراد دخلوها ضمن برنامج مصاغ من قبل القوى السياسية حتى احنا نسوي ائتلاف إدارة الدولة. تدري الأكراد ما يجون وياهم، لكنه لأنه فرضوا المادة 140 وفرضوا إخراج الحشد والجيش من بعض المناطق وفرضوا تعطيل أو إلغاء قرار المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بإلغاء قانون النفط والغاز اللي سووه الأكراد ورواتب البيشمركة وكثروا بسلة محمد الشياع السوداني أمور. خليني أوقفنا هاي ملاحظة مهمة شوية قليل ما تظهر بالإعلام، احنا نعرفها بس خلي شوية ركز عليها. المادة 140 اللي تخص كركوك والمناطق المتنازع عليها منتهية الصلاحية قانونا، صح؟ نعم نقدر نقول؟ نعم، بس أحيتها المحكمة الاتحادية باتفاق كردي، يعني انتهت، يعني بعد مع متحة المحمود أي شخص يتكلم عن المادة 140. نعم، ليش لحد الآن الطرف الكردي سياسيهم يتحدثون عن المادة 140 لازم تطبيقها وهي موجودة بالدستور؟ ليها السلجان أو لجان توزع بعض المبالغ من خلال المادة 140، لكن عمل فعلي على المناطق الحدودية، هم طبعا مطالبهم تبدي من الموصل وتوصل إلى العمارة ترى بالمناسبة، يعني مو خط عادي في عملية الترسيم. لهذا أعتقد من المتعذر على حكومة السيد السوداني أن ينفذ هذا المطلب من المطالب الكردية. إذا رحنا على إخراج الحشد والجيش العراقي من المناطق اللي هم رايدينها، أنا أعتقد هم عاشوا تجربة واقعية عندما إجت تركيا واحتلت مناطق واسعة جدا من شمال العراق دون أن يتكلم أي أحد ويقولون للحكومة الاتحادية تعالوا عاونونا، فسكت الجانب العراقي بصراحة، لأنه المفروض البيشمركة والأسايش وعندهم 6 بعد فصائل أمنية ما تحركت. تمام. قرار المحكمة الاتحادية كما تعلم العليا قرار بات قاطع ملزم. لا عليه استئناف ولا عليه تمييز، فهم قالوا هذا القرار اللي صدر لازم أما تبطئونه أو كذا. ليش؟ لأنه الآن الأكراد يصدرون 1000 برميل نفط يومياً. 1000 برميل عندهم رسوم الجمارك، عندهم الضرائب، عندهم الرسوم. شنو 1000 برميل؟ ها؟ الطرف الكردي يصدر 1000 برميل يوميا؟ يوميا. ألف؟ نعم. مليون.
لا مليون عفوا مليون تصريح أشتهوران سنة 2015 مليون نعم مليون برميل يوميا يصدرون تمام. هذا مو أنا أيضا تكلمت كنت على قناة الحرة فقلت له أنتم تصدرون 650 ألف برميل يوميا كان وياي مستشار مال السيد مسعود البرزاني قال لا يصدرون مليون برميل قال له ليش رحت ويا القاضي قال له لا أنا مو ويا القاضي بس الحقائق اللي عندي والأدوات اللي عندي أنكم تصدرون مليون برميل يوميا عبر قناة الحرة إذن إذا أنت مليون برميل عندك ليش هل يعني الملحة على العراق أن يحول لك أموال وهسه حول له يمكن 400 مليار في حين إحنا المتظاهرين يجور ما عندهم يجور محاضرات ما منطينهم تمام. غير البطالة المتوفرة عندنا. المسألة الأخيرة اللي هي مسألة كركوك مسألة معقدة أنتم جبتوا على هذا الرجل كل مشاكلكم حتى يحلها يعني تدي الطرف السني أيضا عنده قانون عفو عام انطونا موقع مال جرف الصخر شنو قصته المغيبين وين راحوا وإعمار المنطقة اللي دمرها داعش طيب. هاي المطالب جابوها كلها وين على 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 الرجل فهذا الرجل ما راح يلتفت إلى وين بيا خط يمشي بيا اتجاه يمشي بصراحة يعني حتى إذا يرسم استراتيجيات الجماعة ما يخلون ينفذ قال لا أنت التزم بما طرحت من مشروع في داخل البرلمان وصوت عليه البرلمان وظني ذني كلهن كان ضمنه تمام العفو العام والتاذة وجرف طيب. الصخر و و و ذني كلهن طيب. أنا أعتقد أن الثقل اللي صبوه الجماعة على رئيس مجلس الوزراء في دورته الحالية يعجز عن تنفيذها الثقة؟ لا لا يعجز عن تنفيذها يعجز عن تنفيذ؟ هاي المطالب اللي يرجونها كلها وبيش حددوا بسنة أو بسنة ونص هم يقولون وافق على كل شيء مو وافق سووا له برنامج ودخلوه ضمن البرنامج وصوت عليه مجلس النواب ولا واحد اعترض ضمن البرنامج الحكومي صار طبعا صار ضمن البرنامج الحكومي اللي صوت عليه البرلمان فصار جزء من يعني أشبه بالقانون هاي مو مالت محمد الشيعة السوداني الرجل وفي ما يريد أن يعمل هاي اتفاقات سياسية قبل لا يصير محمد الشيعة السوداني رئيسا لمجلس الوزراء تمام. فمن صار رئيسه جابوا هاي الاتفاقات فرضوها على محمد الشيعة السوداني وهذا الرجل أنا يعني أتمنى له أن ينجح في عمله ولكن هاي المصائب هذه فرضها بس هو وافق معناها طبعا وافق لأن قراها بالبرلمان بس هنا هل سيطبق أو لا هو هذا الاختبار الحقيقي من الصعب أن تطبق يعني ما راح يطبقها هذه المطالب من الصعب أن تطبق نعطي الوقت الكافي السيد كاظم الصيادي يعطيك الوقت الكافي تفضل يعني حقيقة خلينا نقول كالتالي يعني حكومة السودانية حكومة تصفير أزمات الأزمات كالتالي أزمات أحزاب وأزمات شعب إذا ذهب السوداني مع الأحزاب يربحون ويسقط إذا ذهب مع الشعب يربح ويسقطون يسقطون الأحزاب يربح الشعب يربح هو ويسقط الأحزاب هاي المعادلة هو بكيفه يريد يسقط يريد ينجح هاي معادلة ما توازن كيفه وين يريد يروح ماكو قبتي ميزان ماكو وسطية ماكو قضية اعتدال شنو اعتدال بالحكم وين اكو اعتدال بالحكم مجرم انا اعفي عنه على اي اساس اكو حقوق وواجبات قضية التعامل مع اقليم كردستان هاي لفظة الاعتدال بالحكم شنو يعني لا يوازن الاعتدال بالحكم انا اقول لك شنو يجي ينطلق اقليم كردستان 400 مليار على اساس يصير معتدل مقابل عدم اعطاء الحقوق من قبل اقليم كردستان ويعطي واجبات احنا بالموازنه قلنا كالتالي قلنا يسلم 250 وكنت انا ما قابل وكثير من الاخوه النواب لكن تدري الديمقراطيه الهجينه بالعراق الغلبه للاقوى والاقوى مو الاقوى القانون ولا الدستور الاقوى العلاقات والواسطات والامور الاخرى القضية الأخرى أنت اليوم إذا تجي الإقليم كردستان أنا أتذكر تصريح سنة 2014 بداية 2015 أكثر من تصريح كان لآشتي هورامي اللي هو وزير الموارد الطبيعية في الإقليم قال كالتالي قال مع نهاية 2015 الإقليم سيصدر مليون برميل وهذا حسب الاتفاق مع الشركات اللي تعمل هناك ما عنده لا معرقلات لا معوقات لا أزمات فالأمور سايرة بالاتجاه أنا راح أقول لك أنا طلبت بيانات وطلعت بالتلفزيون في أحد القنوات
إقليم كردستان كان يصدر بذيك الفترة 640 ألف برميل يومياً، 100 استخدام داخلي و300 ألف تهريب وزيادة، صارت أصلاً مو مليون، صارت مليون و40 وزيادة. هذا واحد. اثنين، المصارف الأهلية في قضية فرق البيع اليوم بين 1450 إلى 1530 يومياً تربح 15 مليار دينار عراقي يومياً، من أقول لك وقابل للزيادة غير قابل للنقصان. المصارف الكردية؟ لا لا لا، المصارف الأهلية اللي مسيطرة اليوم. 140 هي عبارة عن صفقة سياسية، صفقة كالتالي، تدري 140 ثانياً تقول تطبيع. هسه خوبان كان عندي لقاء مع السيد القاضي في أحد القنوات، قلت لهم والله ما أعرف نطبع ويامن، هسه احنا من جانب نرفض إسرائيل إنه تعال نطبع بالداخل. هي الكلمة أصلاً هجينة، صحيح، كلمة مستفزة، كلمة غير أخلاقية في قضية وضعها بالدستور. صحيح. أصلاً اللي وضعوها كانوا فاقدين لشيء اسمه الولاء والانتماء للدولة العراقية. شنو أطبع؟ أطبع شنو؟ أطبع منو؟ أطبع كردي مع عربي؟ زين هو مو عراقي، هو الجنسية العراقية كلش كافي. قضية الأكبر من عندها قضية التعويضات في المادة 140. طبعا الصفقة السياسية حثت ما بين مدحت المحمود وما بين الأحزاب الكردية، لأن السيد القاضي تكلم والمادة موجودة 140، يقول تنتهي التطبيع والإحصاء والاستفتاء في موعد أقصاه نهايته، يعني آخر موعد يوم 31/12/2007. بانتهاء المدد السيد القاضي أفضل مني في هذا الشيء، تنتهي المادة خلص، انتهت خلص، حددت المدة. ما صارت بعد ما أجم، صارت أكو أزمة في قضية المحكمة الاتحادية ورئيس مجلس القضاء وكذا كذا. فعدم تحقيق الثلثين أزيد الموجودين المستفادين منه الأكراد، فعقد وياهم صفقة وانطاهم قرار مخالف للدستور، مخالف للقانون، مخالف، والله أخاف أتكلم بعد أكثر وزحمة، وزحمة زحمة. ليش زحمة؟ انطاهم قرار بين مادة 140 نافذة. من انطاهم؟ مدحت المحمود المحكمة الاتحادية. وأتمنى من المحكمة الاتحادية اللي عودتنا على شجاعتها أن تعيد النظر، وهي أنطت في النظام الداخلي. أي سنة انطاهم يا 2010؟ لا 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 لا, لا شون 10، انطاهم 2019 يمكن 2020، قرار حديث. إيه قرارك وبعض الناس ما يدرون بيه اصلا. مدحت المحمود؟ اي مدحت المحمود المحكمه الاتحاديه. زين انطن، لا زالت الماده 140 نافذه وهي مو نافذه. دكتور عندك علم بهذا الموضوع؟ مال يعني البرنامج الحكومي المفروض المفروض يصير نفاذيته تمتد قبل لا تنتهي. هي المفروض 2007 منتهي 31/12. خلص انتهت، فهو مددها بعد ان انتهت يعني صفقة. اكو يعني ميت صفقة سياسية لاجل ابقائه. احيوه جماعة، شلون اكو مسوي قانوني يقدر؟ ماكو مسوي قانوني، اذا هاي مخالفة قانونية. ومن مخالفة دستورية، يعني المحكمة الاتحادية الحالية شلون يرتكبها قاضي؟ الجديدة الغت كثير من القرارات اللي صدرتها المحكمة الاتحادية السابقة، كثير من القرارات، وهاي يراد لها قرار حكومي. البرنامج الحكومي سيادة القاضي زنبي محمد إشياع السوداني المفروض يكون يختلف ما قبل التنصيب يختلف عن ما بعد التنصيب. قضية التنفيذ يجب أن تخضع مو للتوافقات والاتفاقات السياسية البائسة اللي الشعب العراقي ما تدخله، لا الدولة العراقية ولا الشعب العراقي، سواء المصالح أو الكرامة أو الحفظ الدولة ما تدخل ضمن التوافقات والاتفاقات السياسية، هاي خارج نطاق التغطية. المهم قبضني وقبضك. المفروض هسه ما بعد التنصيب يختلف ينفذ قانون. هو اليوم هسه هو غير ملزم بقضية البرنامج الحكومي، برنامج الحكومي صوت عليه، بس ما ذهب مع القانون والدستور فملزم. بس أكو مسألة ما اعترض، لا 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 ما اعترض. شو يقول؟ يقول أي قانون يسن أو أي شيء يسن خلاف الدستور باطل. اسمح لي هنا، أكو مسألة كلش مهمة خلي شوية نسلط الضوء عليها. في السابق كان رئيس مجلس الوزراء ما ملزم، يعني موضوع المادة 140 جميع رؤساء الوزراء يعني ما تتنفذ 140، لكن الآن صدقني لو مو لك اسمح لي، الآن الوضع يختلف بشيء واحد. اليوم اللي شكل الحكومة ائتلاف إدارة الدولة،
لا جاءوا اسمع مني جاءوا مجبرين سابقا ما كان غير مخيرين الحلبوسي والبرزاني جاءوا مجبرين غير مخيرين اخذها مني حكايه ما علاقه بس اقصد بالاخير تم تشكيل هذه الحكومه وفق اتفاق ائتلاف اداره الدوله احسن ما نذهب الى الفوضى احسن ما نذهب الى الفوضى شكلت انا ما داعي اتكلم عن هذا دا اقول بمعنى انها ستلتزم بالبرنامج لا ما تلتزم ورئيس الوزراء سيلتزم لا ما تلتزم ليش والدليل العدالة والمساواة بالدستور موجودة تروح تكافؤ الفرص بالعراقيين موجود هل من المعقول أعطي 400 مليار بقرار مجلس وزراء سيء الصيت غير قانوني غير عادل غير دستوري لا يليق بالسياقات والله أرد أقول كلمة قلت لك هو المشكلة هنا لو كانوا يعلمون بالقوانين والقرارات والله ما يصوتون ما يصوتون وإن كانوا يعلمون فالمصوت مذنب بس ترى الناس الشعب ما راح يسكت للسيد محمد الشاعر لا لا مستحيل الشعب هسه يريد يمشي دولة أفضل الشعب اليوم خيروه بين اثنين بين الفوضى والقتل والإرهاب والحرق والسحل والتعليق والذبح وتقطيع الأعضاء اللي حثت بالعمارة بين أن يقبل فقبل على مضض ولكن لن يستمر هذه لأن أكو شعب اليوم مثلا شوفوا الاتفاقية الصينية أنا أعتقد بدأت تتشكل كتلة ضد حتى بعض اللي كان يقول من الفاو من زاخو لحد الفاو وبالجافة وبميناء الفاو طلعت كلها شعارات زين كلها طلعت شعارات اليوم الشعب بدأ يشكل كتلة الشعب لنصرة الاتفاقية الصينية بشرطها وشروطها مو مثل ما يطلع لنا واحد يسولف والله أنا أتعجب على نائب طلع يسولف ما يدري بيها شن هي لا يعرف اتفاق لا يعرف اتفاقية تدري اتفاقية لا أنا صوت عليها مجلس النواب تصبح اتفاقية هسه مجرد أوراق اتفاق اتفاق لكن ما يريد يجيبون مجلس النواب المفروض اليوم من مجلس النواب يشكل لجنة مع الحكومة ويذهب يا أخي مو 24 ساعة تفترون يوم اجتماع دول إسلامية يوم عدم الانحياز يوم الجامعة العربية يوم الأمم المتحدة روح للصين شنو الاستراتيجية اللي يجب أن يستخدمها السيد محمد الشاعر السوداني مع إقليم كردستان العراق الحقوق والواجبات بين قوسين انطيني وانطيك تنطيني تدري إقليم كردستان إيش قد بالسنة يستفاد من قضية المنافذ الحدودية ما يقارب من 3 إلى 5 مليار يعني دولار لا فلوس منافذ حدودية لا فلوس نفط أخي دزيت كتاب أنا دزيت كتاب رسمي أكو 20,000 دور لعقارات الدولة ما حد يدري بيهن وين احترقين تحول المولات تأجرين أخذن فلان وفلان وفلان خلي أسألك سؤال مباشر إرسال 400 مليار دينار عراقي إلى إقليم كردستان جريمة شنو تعليقك عليه؟ جريمة 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 أي والسبب؟ مخالف للقانون مخالف للقانون أي ليش أنا نطلع بالتلفزيون أحكي على فلان؟ يحاولون قبر تشهير وجريمة وجيب الليف ورد الليف وما تطلع إلا بطلع الروح وإنه بالفاسد هو اللي 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 يصير أبو الراهي وأنا أروح أدور على أدلة وبراهين وما أقصد وأقصد حتى أنت ليش أتقيد اليوم قدامك ببعض الكلمات اللي 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 حتى هاي الكلمات لقذارتها ما تتلائم مع الفعل طيب بس نخشى من نخشى هذا الفاسد يتمكن من عندك يروح يقيم عليك دعوة طيب حتى انتقل إلى ملف آخر كيف تصف هذه المبالغ اللي أرسلها السيد الشاعر السوداني إلى كلمة أخيرة من رخصة القاضي وانطي من وقتي فضل. 400 مليار دينار بشهرين إيه راتب شهرين شهرين إذا قسمتن على 300,000 شبكة حماية شبكة الحماية 275 تطلع 111,111 لمدة سنة الفقراءنا هاي الحقوق المن روح سولف ويا اللي يدافع عن حقوق الوسط والجنوب لا حد يدافع عن الوسط والجنوب لا ويبقى موضوع ملف الموضوع لا لا حد يطلع يدافع عن الوسط والجنوب يبقى موضوع الوهميين في إقليم كردستان هسه خب هاي كوارث اكو واحد اني جوني الي قال لي كردي قال والله انا اعرف لي واحد ماخذ 5 رواتب هسه احنا على المزدوجه نطلع مظاهرات على 5 امتى نطلع دكتور وائل كيف تصف هذا الدفعه الى اقليم كردستان في ماده كانت تدون في الموازنه من 2004 الى 2019 على حكومه اقليم كردستان أحسد. ان تدفع ما يترتب عليها من رسوم وضرائب وجمارك والى الحكومه الاتحاديه اي سنه هاي من 2004 الى 2019 وليش هاي ولن تستجيب حكومه اقليم كردستان لهذه الماده اللي هم يوافقون عليها وهم يصوتون عليها في داخل البرلمان ولكن لا ينفذونها مو يقولون تعالوا للدستور خلينا نحتكم لا ماكو دستور عندهم هم عندهم مطالب مطالبهم اقوى من مطالب
الشيعة تحديدا يعني الشيعة مو موحدين يستجيبون خصوصا بعد أن اختلفوا وانشطروا حتى في وقت قوتهم عندما كانوا أكثر من 200 نائب يجلسون في البرلمان كانوا يستجيبون لمطالب عيد إنها المادة سيادة القادم يقول على إقليم كردستان أن يسدد ما بذمته من رسوم وضرائب وجمارك ومتعلقات أخرى إلى الحكومة الاتحادية طبعا هم أنت هسه الآن مثلا أخذ السماوة يأخذون من عندها رسوم يأخذون من عندها ضرائب يأخذون من عندها جمارك إذا بها نفط هم يأخذونه وين يروح الحكومة الاتحادية للخزانة إقليم كردستان بثلاث محافظات أو أربعة عنده رسوم وعنده ضرائب وعنده جمارك وعنده نفط وعنده مطارات ولا يرسل دولار واحد إلى الحكومة الاتحادية بل يأخذ من الحكومة الاتحادية إلى كردستان وهذه الظلم بعينه إلى العراق وهذا يجب أن يتوقف وأن يكون المفاوض يعني العراقي في هذا الاتجاه مفاوض حاسم لهذا الموضوع أرجع وأريد جواب من حضرتك كيف تصف هذه الدفعة الأخيرة التي ذهبت إلى والله أنا ما مقتنع بها ومتألم أنه قاضي ما تقدر تطلع بهذا لا مو هذه أعرفه والله لو تلحوا يا للصفح لا ما أعرفه شو والله بأسبوع لزيادة القاضي بروح أبوه مقتنع بهاي الأشياء اللي تحكيها هسه دخلنا نطلع برا لا أتكلم قال أنا ما مقتنع تفضل أكمل لا يعني أنت ما مقتنع أنا أعتقد ضغط كبير مورس ضد الأخ محمد الشيعة السوداني كان ويانا عضو مجلس نواب ما مقتنع بالفقرات اللي نخليها حتى بالمئتين وخمسة ولكن خضعوه إلها ودائما تجي بحيث أنه على ورقة أو شيء كاتبها 200 مليار شلون راح يكسب ثقة الشعب ثقة الإعلام يعني هسه إحنا كمؤسسة إعلامية مثلا إحنا كإعلام إحنا نريد ندعم السيد محمد الشيعة السوداني لكن بنفس الوقت إذا شفنا أكو لا الأمور متجهة إلى اتجاهات أخرى لا احنا نقول له تعذرنا احنا هنا دعمناك بالفتره الاولى بس هسه ما عندنا خيار الا انه احنا نقف مع الشعب وين الشعب احنا مع الشعب فاذا شفنا هاي القرارات تمس الشعب بسوء مثلا او ليست بمصلحه الشعب لا احنا هنا نبلش نقد بعد خلاص فاحنا بدنا نعطي الفرصه هسه اذا تقول تم الضغط عليه كيف سيكسب ثقه الاخرين اختزل لك هذا الموضوع كله ما يريده حزب الإطار وما يريده الكردستاني وما يريده السيادة وعزم هذا أن يكونهن توحدا وصارا برنامج حكومي وفرض على السيد السوداني أن ينفذه بمعنى البرنامج الحكومي هو استجابة لمطالب الكيانات السياسية في برنامج يدخلوها يعني الإخوان سيادة وعزم رادوا نقاط محددة الأكراد نادوا خمس نقاط رادوا والإطار عندش كم نقطة هذا كلهم دخلوهن واعتبروهن برنامج حكومي على السودان محمد الشيعة سينقلب هذا كلام خطير دكتور شلون يعني أنت اللي تقول هاي الحكومة جت هذا صار ائتلاف جت حكومة تطبيق برنامج هذا صار ائتلاف بعد أنا ما عندي إطار وعندي سيادة وعندي هذا اللي أقول له أنا عندي ائتلاف دولة الآن ائتلاف إدارة دولة الائتلاف هاي وجهة نظره تقبل تصير رئيس وزراء بهذا النيل وما تقبل أقبل تقبل تنفذهم انتهت خلص. بعد التنصيب المواضيع انتهت أو ايش راح يسوي ينقلب لا راح ينقلب صدقني ينقلب محمد شوف محمد الشيعة السوداني أنا عاشرت والله العظيم لن يقبل بهذا الواقع لن يقبل إذا محمد اللي أعرفه أنا إذا تغير بعد ما قاعد على الكرسي أمر آخر إذا الرجل صار سياسي فإن الممكن من الممكن أن يظلم محافظاته وأهله وناسه أو بلده هسه يعني ليش نوزع العراق على أساس وسط والجنوب وحقوقنا وكذا 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 إذا أراد أن يظلم البلد والعراق والحكومة والدولة وهيبة الدولة فمحمد غير محمد اللي كان يقعد ويانا بالأمس وينادي بالحقوق والواجبات وتدري هو صاحب التقارير اللي كانت دائما تذكر تدري تقرير النزاهة اللي صدرت الهيئة النزاهة اللي نطلب تقريبا 400 مليار وكسر لإقليم كردستان أكثر أقل ما أذكر بالضبط الرقم تدري هو كان من أطلع أرجع لقاءاته إذا كان رجل الأمس غير رجل اليوم فهذا مو محمد الشيعة السوداني هسه هاي رسالة وصلت لها أنا موصل له ألف رسالة دزلة بيدي لي شوف 32 دعوة راح يصيرن 33 ماكو مشكلة يعني ماكو مشكلة موجود ويسوي لي وكالة ومش مور واحد القهر بعد يوم بلاش يدافع عنه لا بالعكس سولف أنا أريد أن يصير رجل العراق زين
أنا أريد رجل الدستور، رجل القانون، خلي إحنا فترة من الفترات عضو مجلس نواب سوارد أقول باعنا، والله مو قلت لك هي الكلمات، تدري ضاف فقرة لقضية إقليم كردستان تحججوا بها سنة كاملة وأخذوا الحقوق مقابل ما أعطوا أي شيء للدولة العراقية بسبب أحد النواب اللي وضع فقرة من الفقرات واعترضنا عليها، بس مررت غصبا علينا. من أي كتلة هذا النائب؟ هسوي بالسجن. زين أي سنة هاي؟ والله ما أتذكر بالضبط. أي داعش؟ لا 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 بعد داعش 18 بعد داعش، ما أتذكر بالضبط. أنا إيش أقول؟ أقول يا أخي بالله العظيم إحنا اليوم وياك والشعب اليوم وياك وينتظر. كان يحكي على الفساد وهاي بالأخير. لا 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 تدري الشعب العراقي قام إيش ينتظر؟ رجع مثل قبل، قام ينتظر كل يوم ثلاثة شنو قرارات محمد الشياع السوداني. الشعب اليوم إيش ينتظر من عنده؟ تصفير الأزمات، ليه صفروا الأحزاب يطلع 400 الإقليم، خلي الإقليم يطلع مظاهرات ويطالب بالحقوق. شنو أنا أنطي؟ دكتور وائل يقول اجتمع ائتلاف إدارة الدولة وفرض برنامجا على سيد محمد الشياع السوداني، هل تقبل؟ صوت عليه البرلمان غير مرضي. يقول لك صوت عليه البرلمان عرض مع القانون شنو الدستور؟ خوب يضرب بعرض الجدار شنو يعني وده؟ هم مو قانون بالمناسبة. فقالوا له هل تقبل؟ قال نعم أقبل. طبعا لا شلون هو قرار شلون؟ بالمناسبة هو اللي قرار، هو قرار برنامج. اسمعني كل اللي قبلوا بقضية تمرير فترة الحكومة الخشية والخوف من العودة إلى الإرهاب والفوضى والدمار والقتل وإهانة كل شيء اسمه دولة وكل شيء اسمه شعب وكل شيء اسمه مؤسسات جنبك ما عرفت كنت بالعراق وكذا. تدري أكو عوائل كانت تخشى على نفسها لأن أخوها في هذا المكان أو ذاك المكان خاف يصير فوضى ويصير القتل بالشوارع. وشفنا القتل، شفنا تقطيع أعضاء. شفت هذا أبو الاتحادية اللي كضوه خطية بالناصرية ودتشوه وعلقوه. شفت هذا السيد اللي علقوه بالفضل مدروين. شفت العلياوي سووا بيه لحقوه. وين أكو جريمة ينضرب واحد 21 حربه وسكينه وتنقطع أعضاءه؟ شنو مستوى الجريمة اللي موجود؟ هذا من الممكن أن ينفذ أكثر من هذا في زمن الفوضى، ولكن أسس دولة وأبدي بداية 10% وأنطلق من 10% في تطبيق القانون. أقبل. ليش؟ لأن أنا قدامي شيئين، أما القتل والإرهاب والفوضى وأما بناء مؤسسات الدولة. أنا عندي أمل بمحمد الشياع السوداني، لا زال بن هو محمد الشياع السوداني اللي شاهدته خلال السنوات، لكن إذا تغير خوب أكيد 100% نظرتنا راح تتغير وكلامنا راح يتغير وراح نكون إلى من أشد الخصم مو عدو. خلي يفرقون بين العداء. فدي يوم رحت لأحد رؤساء الوزراء قال شوف نستقبل أعدائنا في بيوتنا، قلت له أولا هذا البيت مال الدولة مو مالتك، اثنين أنا إلك مو عدو أنا إلك خصم. وفعلا من قعدنا نتجنا قرار 315 وخلنا أقوله عادل عبد المهدي، ليش ما أقول زين طال قعدنا أنا وراح المستشارين نتجنا من أفضل قرارات الدولة 300 اللي نظم العقود في الدولة العراقية ككل. لكن العدالة اليوم هل يجوز مع استحقاقهم كلهم، هل يجوز في قرار مجلس وزراء؟ وهذا قرار، هذا قرار أنا اعتبره فوضى وغير مدروس غير استراتيجي. أنت ثبت الكهرباء وتبقي المجاني المحاضرين، هذا مستحق أبو الكهرباء وهذا مستحق، لو عدالة طيب. لو ماكو عدالة ليش اليوم خليهم بالمطر؟ تدري هسه أعتقد بالبصرة البارحة واليوم سيادة القاضي أمطار، تدري معتصمين 30,000 وضراب صار لهم 5 أيام 6 أيام ما حد يسأل عنهم ليش؟ زين يعني اللي يجون يشدون مؤسسات الدولة والخضراء. حسرة ها دكتور وائل حسرة. زين قبل حتى أريد أستثمر الوقت، عندي ملفين على السريع نعلق عليهم اللي هو أزمة المياه في العراق والبطالة في العراق. البطالة في العراق جيش، خليني وياك سيد كاظم، جيش البطالة في العراق. لا سوي القاضي لأنه خذ فرصتي. لا يخالف راح أرجع له، راح أرجع له. لا خلي لي القاضي. خلص وياك وارجع له. من خذانة فلاحم لاكه. للسيد القاضي. يلا تفضل دكتور. دكتور مظهر الملاحظ في الدولة من 2003 إلى الآن للأسف لا تلتزم بقانون أساسية نافذة. زين. قانون الخدمة المدنية 24 لسنة 1960 المعدل. تمام. وقانون الملاك اللي هو 25 لسنة أيضا 1960 المعدل. أي دائرة تريد مثلا يعني تريد تدخل ملاكات جديدة
يقولون يا احنا محتاجين محققين هالقد، مدققين هالقد، كذا كذا، مهندسين، يكتبونهم، يكتبون مواصفاتهم ويدزوها الى وزاره الماليه. وزاره الماليه تحسب حسابها، اذا يردون 10 ينطونهم 5، اذا يردون 6 ينطوهم 3، اذا ينطون 4 ينطوهم 2، وتجي الملاكات مصدقه. لكن الفوضى اللي شفتها انا بعد 2003 لا نظير لها. مثلا كانت عدد موظفين الدوله 1.25 مليون فقط. ايش قد هسه موظفين قبل 2003؟ 1.25 مليون. نعم. ايش قد هسه موظفين الدوله؟ 6.5 مليون. 6.5 بس الموظفين، ومليون ونص تقريبا من المتقاعدين. ولا تزال الضخ تنطي عقود حتى تحل المشكله وترجع بعد فترة ثبتهم، يعني أصبحوا على ملاك الدولة. هذا مو شغل، يعني لا تقشمرون أنفسكم. يوم عودين وين رايحين أنتم؟ الدولة انتخمت من الوظيفة العامة، الوظيفة العامة ما صار إلها قيمة ولا صار إلها قدر. وكثير من الدراسات مو عراقية، أجنبية، تقول أن الموظف العراقي لن يعمل أكثر من 20 دقيقة في يومه. زين انتم ليش رايحين لهذا الجانب؟ ليش موقفين المشاريع الاستثماريه؟ مثلا الطريق الدائري حول بغداد، هذا تدري ايش قد ياخذ من البطاله؟ مثلا قطار بغداد او شو اسمه هذا الدائر، شو يسمونه هذا المشروع الضخم، يخلص المترو والمعلق. المترو والمعلق تدري ايش قد ياخذ من البطاله، من الازمه هاي اللي موجوده القطاع الخاص هسه. نعم. تعرف هاي مثلا مشاريع الزراعة العملاقة اللي تقدمت بها الكثير من شركات العالم كلها رفضت. ايضا شي يريدون ايضا ايضا نريد نجيب ميناء الفاو الكبير. طيب شي يريدون ميناء الفاو ايضا ب 500,000 فرصة عمل، 500,000 فرصة عمل، وهذا انا استلمته. ليش هذا اللي بيسوون؟ ما اعرف، ما اعرف، يمكن يعني يساومون به، يمكن تصير بيه كومشنات، يمكن تصير بيه قلايب، واكو مشاريع ممكن تحقق هالفرص. فاذا خلينا نبحث عن مشاريع التنميه المستدامه اللي محتاجها البلد حتى نقدر نستوعب بطالتنا. لا نخلي موظفنا ذليل يروح يقعد بالميز ما يقدر يكمش قلم وورقه، ايش عنده؟ ما عنده شيء، ما عنده شيء، يقعد وهاي يخلص النهار ويطلع. اذا داوم، اذا داوم. فاذا يا دوله انتبهي إلى مشاريع التنمية المستدامة الكبيرة العملاقة التي تنسجم مع العراق في وضع الحالي. 41 مليون، سنة الجاية يصيرون 43، اللي بعدها يصيرون 45، اللي بعدها يصيرون 48. يعني أنا مو بس أتباوع منا للحائط هذا وكذا، يعني ما أفكر بالأجيال القادمة، ما يجوز هذا الحكي. أنتم النفط هسه كله صرفتوه، الآن خزين ما كل هاي الأطفال. تدري إحنا طفلنا اللي راح يولد راح يولد مديون، الطفل اللي يولد راح يولد مديون. تعرف إيش قد يأخذون؟ أقراها من كل موازنة حضرتك، وجوز أجيب لك إياها، من 20 جهة يقترضون، من 20 جهة يقترضون، والاقتراض عليه فائدة تقريبا 13 تريليون. مو أي ديون، شنو هاي؟ شنو السالفة؟ شنو السالفة؟ ليش؟ طيب مصانعنا ليش كلها واقفة؟ كذا جايب جاهل ليش واقفة؟ رئيس وزارة شلون؟ غير هاي معناته كذا، عندنا معمل مال الورق في البصرة، يروحون راس شهر ياخذون رواتب ويرجعون لأهلهم. معمل الحديد وصل من 2003 متوقف إلى الآن. شنو بلد تايه؟ تايه 100%. يعني احنا مشغولين يا هو رئيس وزراء، يا هو وزير، يا هو رئيس هيئة، يا هو مدري شنو، شلون نسوي هاي؟ الفكر ما رايح للإنتاج والتطوير، ما رايح لهاي الجانب. المفروض أنتم الآن غذائكم متكامل، ما تروحون تدورون حطة من دول العالم حتى تشترونها إلى أبناء شعبكم. أبناء شعبكم اليوم يحتاجون 5 مليون طن، باكر يحتاجون لهم 10 مليون طن. وين مساعاتكم اللي هيئتوها؟ وين الماء اللي قاعد دافعون عنه؟ أنت يا وزير الموارد المائية ويا كل وزراء الموارد المائية من 2003 إلى الآن جميعهم لم يتخذون قرارات ببناء سدود أو إنشاء سدود حتى يحفظوا من المياه التي تأتي من الأمطار. انشغلوا في سفراتهم، انشغلوا في أمورهم، وسببوا كارثة إلى البلد.
والله إذا تروح إلى أهوار العمارة أو أهوار الناصرية أو أهوار البصرة ستجد الكوارث مصاب بها أبناء الشعب العراقي. خليني أسأل حضرتك سؤال مباشر. تفضل. لو كنت حضرتك دكتور وائل عبد اللطيف القاضي، لمن تجيب للمحاكمات من 2003 لهسه؟ 25 شخصية. 25 شخصية حاسبهم. حاسبهم؟ اي والله. خال عينك عليهم؟ اي كلهم احاسب. 25 شخصية. 25 شخصية اللي دمر العراق 25 واحد؟ نعم. بس كنت اسميهم قبل الفرسان، بس شفت الفرسان ما تليق بيهم. بس شنو سميتهم وراها؟ ما غربان. غراب البيت صقر فويلح. طيب بعدين نحكي بها 25 شخصية ها؟ يعني كل واحد يعتقد انه صار واجهة ولم ينجز شيء، فانت راح تنال حقد شعبك عليك، والشعب هو طالع عليكم طالع. ترى من حجت هاي السفيره الامريكيه ترى مو خاليه، كانت تعنيها. ورئيسا طلعت لك الالاف محاضر تربوي ينطي محاضرات للطلبه مجانا صخره. كان يوم تجيبون مو بسكيت خربان ما ادري من يا دوله، يوم يقعدون بالقاع بهالشتاء هذا المكتاكين. اي والله يوم مدارسهم طين. سياده القاضي ذا المعلم التربوي هان. لا بس شنو اسجد غير محترم هذا اللي هي شنو هالقوه؟ قوه ال 25 شخصيه اللي ذكرتها شنو هالقوه؟ لا هم أكثر يديرون البلد اكثر من مطلوبين المحكمه الجنائيه. هم كلهم يديرون البلد، ولعل اسمائهم وصلت الى المحكمه الجنائيه الدوليه. وانا عندي هيك لقاء باكر او بعد باكر مع هناك محامية تعمل في المحكمة الجنائية العراقية، راح أفتهم من عندها شنو قاعد يصير بهالبلد وشنو نتائج هناك في المحكمة الجنائية الدولية. تديها المحكمة تل الشخص تل ما عنده شغل وياه ولا كذا. تمام دقيقة واحدة تفضل. دقيقة خليني أقضيها وفضل تعال بعد. المشكلة القادة مالتنا من يذهبون إلى الدول الجوار يذهبون مو قادة بعضهم يذهب رعيان عد السيد مالت من يروح يتفاوضون. انا اتذكر اردوغان اجانا المجلس النواب تكلم كلام 6-7 احنا حكينا عليه. طيب بعض الناس يقولون يا بهذا الكلام مالتك مو مؤدب. قلت له شنو هو؟ كان مؤدب حتى انا اكون وياه، هو لفظ مو حلو. قال انتم سياستكم فاشله، يعني بما معناه جاي لكم فاشلين وراضين الجماعه ما يدرون. طيب. قلنا له عمد اعطينا حصه الماي مالتنا وما لك دخل. زين حتى اختم زين ما انطاك ماي، ما انطاك ليش ماي. ما سد الحدود فد اسبوع كامل وشوف شلون يجي ترسل. هي رد هالشجاعه طلبنا ماكو شيء جعان. احنا ايش قلنا؟ يروحون رعيان مع احترامات البعض. قرار سياسي. هل يملك سير السودان استراتيجيات اداره الدوله؟ والله هذا ابن الجنوب انا لحد الان يملك. إيه؟ واتمنى ان ينقلب على الموجودين. ونتمنى ان ينجح اي اكيد حقيقه. غير نجاح شروقي هسه اول مره شروقي يصير رئيس وزراء، ودنا انه ينجح. يعني يسويها شروقي يسويها والله العظيم قسما. طيب. بالله ما يقارب اكثر من 15 مليون مواطن عراقي وياه. طيب. حتى بالاقليم حتى بالغربيه. طيب. وياه بس خلي يمشي على قضيه. طيب. الدستور لا يجوني يقولون فلان وفلان الدستور حسب امزجتهم وسرقاتهم ومصالحهم الحزبيه. طيب الدكتور وائل عبد اللطيف القاضي والنائب والوزير السابق، شكرا جزيلا لحضورك معنا في استوديو الرابعه. بارك فيك. برنامج السياسه حديث الدوله، وكذلك للسيد كاظم الصيادي النائب السابق وايضا عضو لجنه النزاهه النيابيه السابق، شكرا جزيلا على حضوركم معنا. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على حسن المتابعه، نلتقيكم في حلقه جديده من برنامج السياسه حديث الدوله. تصبحون على وطن امن.